النهارده معنا النهارده باقه مختلفه ومتنوعه من الاخبار. هنبدا باول خبر معنا متعلق بالمستلزمات الطبيه اللي للاسف في الاسواق في نقص كبير فيها، مش في المستلزمات بس، كمان في الادويه، والكلام ده من اشهر. الخبر بيقول شهدت سوق الادويه والمستلزمات الطبيه ازمه كبيره خلال الفتره الماضيه بسبب عدم تدخل الحكومه والبنك المركزي للافراج عن الادويه والمستلزمات الطبيه داخل الموانئ منذ شهر أغسطس الماضي حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري. حسب تصريحات رئيس الشعب العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل، إسماعيل كمان قال إن مجلس إدارة الشعب العامة للمستلزمات الطبية والأدوية قدم مذكرة عاجلة منذ يومين لرئيس الوزراء لسرعة حل الأزمة القائمة بقطاع الأدوية في السوق المصرية، إذ تعاني السوق نقصا حادا في المستلزمات الطبية وانخفاض في طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية. لو بنتكلم ان الأزمة في الموانئ وفي الاستخلاص او التخليص الجمركي يبقى دي طامة كبرى، لو بنتكلم ان الأزمة في النقد الأجنبي ومش عارفين نجيب المستلزمات الطبية، المستلزمات الطبية يا جماعة اللي هي القطن والحاجات والمشارط والحاجات اللي بتستخدم في العمليات الجراحيه عموما للمرضى، فاحنا لو مش عارفين نوفرها بسبب النقد الاجنبي، يعني بنتكلم على الدولار، يبقى دي طامه اكبر واكبر. فانا مش قادر اتفهم ان هل احنا عندنا ادويه مثلا موجوده في الموانئ واحنا مش عارفين ندخلها، يعني موجوده على الموانئ بتاعتنا وفي بقى اجراءات تخليص جمركي وبالتالي محتاجين نخاطب مجلس الوزراء عشان يخلصوا المشكله دي. هي المشكلة دي مش في المستلزمات الطبية أو في الأدوية، المشكلة دي في مصر موجودة من فترة إن حاجات ركنت في الـ في الـ في الـ في الموانئ ومش عارفين يطلعوها لأن محتاجة إجراءات كتير، اللي هي البيروقراطية اللي إحنا بنتكلم عنها، اللي هي أوراق لازم من جهة لجهة 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 لجهة. في فيلم اسمه أرض النفاق كلكم عارفينه أكيد، ففي قصة فيه كده إنه شنكل حاجة خاصة كده بشباك فضاعت، فعملوا مذكرة ورفعوا مذكرة المذكرة 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 المذكرة، والموضوع صرف في الآخر تقريبا أيامهم بقى 500 جنيه كان بطولة فؤاد المهندس، وأصلا الشنكل ده سعره 50 قرش أو ربع جنيه. فهو أنا زي كده البيروقراطية بقى، إن إحنا حاجة موجودة عندنا ومش عارفين ندخلها وفي نقص في السوق والناس بتعاني سواء في المستلزمات الطبية أو حتى في الأدوية. يمكن اتكلمنا طارق في الأيام اللي فاتت على أنه المعاناة ابتدت تكون متركزة حتى على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة زي أدوية الغدة الدرقية والأمراض المزمنة اللي محتاجة بشكل عاجل يكون في توافر في هذه المستلزمات الطبية. خليني أروح لخبر تاني ولكن هذا الخبر إيجابي، ووزارة الصحة والسكان قررت ان هي تلغي اي تسجيل للمواليد بشكل ورقي وانه سوف يتم التحول الى التسجيل الرقمي. طبعا الدكتور اشرف عبد العليم مساعد وزير الصحه والسكان لشؤون التحول الرقمي قال انه تم الغاء التسجيل الورقي للمواليد والوفيات وسوف يتم العمل بالاليه الرقميه. طبعا ده خبر جيد جدا لانه مشاكل كتير جدا بتواجه مصر في مساله التعامل بالدفاتر حتى الان، انه لسه بيتعامل بالاوراق والدفاتر والدوسيهات وكل شخص له ملف ورقي في الدوله دي، ده امر صعب جدا. فاذا كان هناك اتجاه للتحول الرقمي ده هيسهل على المواطن اولا في اليه التسجيل والحصول على المعلومات الخاصه اللي هو يريد ان هو يحصل عليها، وفي نفس الوقت بتسهل على الموظف الحكومي ان هو ما يضطرش كل شويه لورقه وختم ودمغه والتفاصيل الكتير اللي كانت بترهق الموظف. في كل دول العالم دلوقتي ما بقاش فيها حاجه اسمها التسجيل الورقي، ليك حساب على بالنسبه للدوله حساب رقمي تقدر من عليه تخش تشوف اي تفاصيل انت عايز تخش تسال عنها، سواء المواليد سواء شهاده التخرج شهاده ماجستير شهاده دكتوراه، كل حاجه تقدر تحصل عليها من خلال هذا التطبيق من دون الحاجه ان انت تروح وتصرف كتير وتروح تسال على اوراق. ده غير طبعا المضايقات اللي بتحصل من قبل الموظفين في الطلبات الصعبه اللي بتطلب او بتطلب من المواطن بشكل عام. بصراحه الموضوع ده رخم جدا، يعني احنا يعني هو كويس طبعا ان احنا دخلنا للميكنه بتاعه الموضوع ده الكترونيا دلوقتي، لكن الشيء بالشيء يذكر. حد صاحبي بيكلمني من القاهره بيقول لي ان هو نقل سكنه لسكن تاني فعنده راوتر بتاع الانترنت فنقل تقريبا من اسبوعين، ده موال تاني فحتى الان مش عارف ينقل الراوتر بتاعه طبعًا. قدم طلب طبعًا. ولسه ما جاش طلب الرد او جه الرد، ولما جه الرد قالوا له اصلي ما فيش الكوبسات او البتاع ممكن صحيح مش موجوده اصلي الناس كلها استهلكت البتاع ده، فهنبعت القاهره هنجيب
موال وحلني بقى لحد ما توصل. ولو الراوتر ده انت يعني جبت كلمت شركه ثانيه او جبت راوتر تاني بتدفع غرامه كبيره جدا، فهي هو الموضوع معقد للدرجه دي؟ قلت له هات هوائي، قال لي لا الهوائي ده غالي. لا لا لا، وبعدين خد بالك يعني انت حتى في مصر لو انت جبت راوتر باعلى سرعه فانت لسه في نفس الازمه، انت لسه في اقل سرعه يعني مقارنه بدول العالم، انت لسه في مشكله كبيره جدا. يعني الناس اللي بتدي كورسات اونلاين او بتشتغل عن طريق دول اجنبيه يعني بتشتغل لدول بره بتعاني، لان هو بيدفع فلوس كتير جدا عشان يحصل على اعلى سرعه، والسرعه العاليه دي برضو بطيئه جدا بالنسبه له. صحيح ازمه طبعا. احنا بنتكلم يا جماعه، احنا في المفروض ان احنا يعني تقدم الزمن، واحنا في سنه 2023 داخلين كل عام وانتم بخير سنه 2024، التطور بقى الاساس في الحياه وليس العكس. في دول النهارده دول كتير موجوده على مستوى العالم الانترنت مفتوح في الشوارع للناس كلها وبسرعات عاليه، اللي حصل في قطر مثلا في كاس العالم ما عنا ببعيد في الموضوع ده. وبالتالي الاجراء ده كويس، وتسريع الاجراءات الشبيهه كويس علشان يسهل حياه الناس ما دام عندنا الامكانيه ان احنا نقدر نعمل كده.